في بلاد طيبة التي توصف دائما بأنها شعب أصيل بتاريخ عريق على أرض طيبة، يقرأ علينا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث بعضا من منشطات الأخبار التي نشرت في الصحف والمجلات منذ زمن فات، معلقا عليها ومبينا أن الحاضر هو مجرد رجع صدى للماضي وأن تاريخنا يقوي انتماءنا لحاضرنا. سنة 1941 من مكتبة والدي محمد فهمي. برضو احنا كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن القطن واستحواذه، الحدث الرئيسي في الأسبوع ده، برضو بداخل العدد القطن ومشاكل رواية القطن على مسرح البرلمان، ملاحظات مندوب المصور في جلسة الاثنين الماضي. العدد ده كان يوم جمعة، صادر يوم جمعة. كان الإقبال شديدا على جلسات النواب في هذا الأسبوع، مع أن الرواية التي عرضت في هذه الجلسات من نفس الرواية التي مثلت على المسرح البرلماني في الأسبوع الماضي، وفيها رواية القطن. على الرغم مما تخلل فصول الرواية من ضعف التأليف وعدم وضوح المناظر وتكرير المواقف والضرب على نغمة واحدة، لم تظهر لها خاتمة حتى الآن. لزم الجمهور مقاعده في الشرفات من أول الجلسات إلى آخرها، ولم نسمع ما تعودت دور السينما الصغيرة أن تسمعه من المتفرجين، حيث لا تعجبهم الرواية، هم قاعدين في البرلمان. طيب، زوار كرام، وقد استقبلت شرفات الزائرين يوم الاثنين الماضي وجوها وجوها جديدة لم تكن معروفة لدى أروقة البرلمان. وقد كان بين الزوار شقيقة صاحبة الجلالة الملكة، وقد جلس في الشرفة المعدة لأعضاء مجلس الشيوخ وكبار الزوار. كان من الزوار كذلك الدكتور أحمد سري، شقيق صاحب الدولة حسين سري باشا، وقد أثر الجلوس في شرفة الصحافة، فسأله أحد الأصدقاء: حضرتك مندوب عن جريدة إيه؟ قال له: أنا مندوب مجلة السكة الحديد. دكتور سري يشغل منصب وكيل القسم الطبي في مصلحة السكة الحديد. كلها واضح إن دي الصحفي بيتريق على الوضعية. جو مكهرب، وقد امتاز جو الجلسة بالكهرباء منذ بدأت إلى أن انتهت، وافتتحها دولة سري باشا بحملة عنيفة على الأستاذ عبد الحميد عبد الحق، لمناسبة أن الأستاذ عبد الحق كان قد أشار في إحدى الجلسات السابقة إلى أن صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا تلقى من الحليفة كتابا عرضت فيه شراء محصول القطن طيلة مدة الحرب بسعر أساسي 15 ريال. وقد أعلن دولة سري باشا أسفه على أن هذا الكتاب لا أصل له، وعلى أن الأستاذ عبد الحق لم يتحرى الحقيقة، وأنه نسب إلى رفعت علي ماهر باشا كلاما نفاه رفعته، ولم يكن الأستاذ عبد الحميد موجود، هو الأستاذ عبد الحميد عبد الحق، في الجلسة، فثار من أجله زملائه الوفديون وكالوا للحكومة الكيل كيلين، ودافع علي المنزلاوي بك عن موقف زعيم المعارضة الوفدية دفاعا مجيدا، وفاجأ الأستاذ غنام رئيس الحكومة باتهام جديد، قال إن دولة سري باشا أدلى في إحدى جلسات هذا المجلس بتصريح رسمي، ثم ظهر أنه لا أساس لهذا التصريح، يعني مسكوا في خناق بعضهم.
نهض دولة سري باشا وهم بالكلام، وظن النواب أن دولته سيتحدى الأستاذ غنام، ولكنه لم يفعل واتجه إلى اتجاه آخر في حديث آخر. المعارض الأول كان سعادة سيد البدراوي باشا يمثل في المجلس دور المعارض الأول للحكومة، قاطع النواب الذين نصحوا بعدم المغالاة، رد على توفيق خليل بك حين ذكر أن المالية المصرية رقيقة الحال، فقال إنها على العكس أحسن من ماليات الأمم. إزاي يعني؟ كان سعادته يعطي لنفسه الكلمة في أي وقت يشاء، ومن أجل ذلك استطاع أن يتكلم في كل وقت. من بين الملاحظات الجديرة بالتسجيل ما شوهد على النواب الدستوريين من هدوء هبط عليهم فجأة، دي تعليمات، ومن غير سابق إنذار، فهم لم يستعملوا طريقة المعارضة والمشاكسة التي استعملوها في جلسات الأسبوع الماضي. وقيل أن المساعي الدبلوماسية الفردية قد ساعدت على تهدئة خواطر كثيرين من النواب الأحرار. ده اتفاق حزبي ليس له مجال آخر. في نكتة، دودة، دودة القطن طبعا مع الدودة التانية، بمناسبة تخفيض مساحة القطن للخمس. دودة القطن بتقول يا خراب بيتنا يا خراب بيتنا، هناكل ايه ونشرب ايه في سنتنا يا دهوتنا. نص رسالة ملكية لافتتاح مسجد شرقي لندن. افتتح سعادة حسن نشأة باشا سفير مصر في لندن بأمر جلالة الملك فاروق المسجد الجديد الذي أقامه مسلمو لندن في يوم الجمعة الماضية. وقد أمر جلالته بمناسبة افتتاح هذا المسجد بإرسال رسالة ملكية إلى المجتمعين فيه من المسلمين لأداء صلاة الجمعة والاحتفال بافتتاحه. هذا نصها، وهي بتوقيع معالي أحمد حسنين باشا رئيس الديوان. سعادة حسن نشأة باشا، بمناسبة افتتاح مسجد شرق لندن، أمرني حضرة صاحب الجلالة الملك مولاي الملك المعظم أن أكلفكم بتبليغ الرسالة الآتية للمدعوين لإقامة صلاة الجمعة. نشوف نص الرسالة. إن قلبه بكل ما يهم المسلمين ويمس مصلحة الإسلام، يبعث بأصدق أمانيه الطيبة إلى المجتمعين لافتتاح هذا المسجد، ويدعو الله في صلاته في الوقت نفسه أن يرفع شأن المسلمين، وأن يجعله افتتاحا مباركا يتناسب مع تقاليد الإسلام ومجده. وقد تناولت صحف لندن هذه الرسالة الملكية بالتعليق، كما تناولت الكتابة عن هذا المسجد وأهميته ومعها الثقافة الإسلامية الذي سينشأ في جناح خاص به. طب انتوا يا دوبك عمودين صغيرين اتكلمتوا فيه عن هذه الرسالة، صحف لندن هتتكلم ايه عن هذه الرسالة؟ وهتفرد لها مساحة قد ايه؟ بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم الخالد سعد زغلول، بين العرش وسعد زغلول، الملك فاروق يقول لسعد: صحتك أعز شيء في الدولة. بالمختصر كده لأن المقال طويل، لما قامت الحركة الوطنية الأخيرة بقيادة سعد زغلول كان الملك فؤاد سلطان في مصر، وكان بحكم مركزه لا يرى من الحكمة أن يعلن كسلطان رأيه في هذه الحركة، والبلاد وقتئذ تحت الحماية، لكنه لم يدخر وسعا في مساعدتها وتأييدها بدليل
ما كان يدور بينه وبين كبار الإنجليز من أحاديث ومناقشات، نذكر منها تلك المناقشة التي قال فيها للورد ميلنر وهو يحاول إقناعه بمشروعه: أني شديد الأسف لأني لا أستطيع أن أوافقك على رأيك، فإن مصر تريد أن تفوز بحريتها وهي على حق فيما تريد، وإني مؤيد لها كل التأييد. ده كلام الملك فؤاد. وأرى أول ما واجب أن أسعى لتحقيق ما تصبو إليه بلادي من الحرية والاستقلال. ده أول كذب في هذه الصحافة، موقف الملك فؤاد من ثورة 19 وموقف من دستور 23 تاريخيا معروف. كان ضد سعد زغلول وكان يكرهه هو. وحتى إن الملكة نزلي لما ابتدت تنصح في الملك فاروق قالت له خليك مع الوفد لأن الوفد هو اللي هيحميك. وقيل في بعض الصحف أن الملك فؤاد قبل وفاته بأيام استدعى النحاس وقال له إني ما معناها إني أنا يعني ما كنتش معاكم بقدر، وأنا آسف على إني كنت ضدكم في بعض الأمور. ده ما ورد في كتب مكتوبة، منها كتاب لهيكل ومنها كتاب لمحمد عودة ومنها في جرائد أخرى. لكن احنا في سنة 41 وابن الملك عايش. قد عرف سعد باشا موقف الملك فؤاد على حقيقته، وكان يقدره ويعترف لجلالته بالحرص على مصلحة بلاده، غير أن الحوادث السياسية في ذلك الحين كانت تباعد بين الملك فؤاد وسعد زغلول ولم يذكرها قبل أن يتولى الحكم. فلما فاز الوفد بالأغلبية الساحقة في انتخابات 24 اقتضت التقاليد البرلمانية أن يلي زعيم الأغلبية الحكم. كانت هذه فرصة حسنة لفوز زعيم الأمة بالعطف السامي، فلقي من جلالته كل رعاية وتقدير. برضه التاريخ بيقول ان الملك فؤاد كان غضبان من نجاح الوفد الكاسح في هذه الانتخابات. وقد كان من ابلغ دلائل الاخلاص الذي كان يكنه سعد باشا للملك هذا الحادث الطريف الذي حدث بينهما ساعه تسلم جلالته اياه رتبه الرياسه ونيشانها الرفيع بمكتبه بقصر عابدين. قال سعد باشا للملك وهو يتناول هذا الإنعام: أشكر مولاي على هذا الإنعام الكريم والامتياز، وإني لا أهتم برتبة أو نشان، فإن انعطافك نحوي ونحو الأمة والسير بها إلى الغاية التي ننشدها أثر على قلبي من كل امتياز. أصر على قلبي من كل امتياز. معلش يعني في بعض الحروف بتكون ممسوحة من طباعة قديمة. كان جلالة الملك فؤاد يحب سعد ويحترمه ويقدره كل التقدير، وكان من فرط حبه إياه يأبى أن يجشمه عناء مشقة الذهاب إلى قصر القبة، فكان يحضر إلى عابدين لمقابلته ليخفف عن شيخوخته بعض الجهد والتعب. وقد نعم سعد في ذلك الحين بعطف كبير من مليكه، حتى قال يوما لبعض صحبه: لقد طواني الملك فؤاد وإنه لقدير. كاتب المقال ده مفيش غير حرفين من اسمه: طه ألف. نفسي أعرفه أنا هو طه ألف. لما أصيب سعد باشا، المقال طويل وإحنا بنختصر. لما أصيب سعد باشا يوم سفره للمفاوضات في حادث الاعتداء عليه يوم 12 يوليو، تأثر جلالة الملك فؤاد تأثرا كبيرا، وأرسل في الحال إلى سعد باشا برقية للإطمئنان على صحته. وكان جلالته وقتئذ في مصيفه بالإسكندرية، وجاء في هذه البرقية الآتي، هما 5 كلمات ولا 6 كلمات: إن صحتك أعز شيء في الدولة. كنت
كتر خيره طبعا اللي كتب هذه الكلمات يعني. ثم بعث كبير أمنائه سعيد باشا ذو الفقار وطبيبه الخاص الدكتور محمد شاهين باشا للاستفسار عن صحته، وأمر جلالته أن ترفع إليه أخباره وتقارير الأطباء عنه أولا فأولا ليطمئن على صحة كبير وزرائه وزعيم الأمة. وكان عيد الأضحى قد أقبل، فأمر أن تلغى التشريفات في ذلك العيد، وقابل سعد باشا هذا العطف السامي بالدعاء، وأعرب في خطاب لجلالته أن هذا العطف لطف من لطف من آلامه وقرب موعد شفائه. ذلك هو إخلاص سعد للعرش وحب العرش لسعد. والله هذا الكاتب يعني لو دوروا على حد يكتب تاني الكلام ده بالصيغة دي مش هيلاقوا. في صورة طبعا في أثناء تولي خطاب العرش فيها سعد زغلول يتحدث والملك فؤاد على كرسي العرش، وبيوصف المشاهدين اللي موجودين خلفه المرحومين أحمد مظلوم باشا ومحمد سعيد باشا، كلهم مات المرحومون مش المرحومين، وحسن حسيب باشا المصري السعدي بك أكبر الأعضاء سنا، وكلهم انتقلوا إلى رحمة الله. آخر ما سنلتقي به يعني وليس آخرا، صورة لطلعت حرب باني مصر وباني مصانع مصر، صورة له آخر صورة التقطت له عندما اشتد المرض عليه في الأيام الأخيرة، وهي تمثله وقد اتكأ على الكنبة في إحدى غرف مصيفه الريفي حيث كان يقضي أيام عزلته ببلدته العنانية بدمياط. الصفحة كلها عنه، صورة لتشييع الجنازة بتاعته واللي حاضر فيها، وحاضر فيها مندوب عن جلالة الملك ودولة حسين سري باشا والأستاذ الأكبر الشيخ المراغي رئيس المحكمة العليا الشرعية، والدكتور محمد حسن هيكل وزير المعارف، مصطفى عبد الرازق باشا وزير الأوقاف، وما إلى ذلك. طيب. كاتب المقالة بشكل مختصر الدكتور حافظ عفيفي بيقول فيها إن بداية إنشاء بنك مصر بداية ثورة اجتماعية واقتصادية خطيرة رفع طلعت حرب باشا علمها في سنة 1920، والواقع أن إنشاء بنك في بلد كمصر برأس مال مصري يدوره رؤساء مصريون ويتولى فيه العمل موظفون مصريون كان عملا جريئا يحتاج تنفيذه إلى إقدام شخصية بارزة كشخصية طلعت حرب باشا، وهو المؤثر فعلا بشكل عالي جدا جدا للروح الوطنية المصرية. عاشت مصر قرون عديدة وهي لا تفكر إلا في الزراعة، كما اعتاد المصريون على ألا يستثمروا أموالهم إلا في شراء الأطيان، أما الصناعة والتجارة وجميع أنواع الاستثمار الأخرى حبس المصريون أموالهم عنها وتركوها وقفا على الأجانب وحدهم، ودي نقطة تاريخية شديدة البحث. وكانوا يفضلون غلة الأطيان القليلة المأمونة على ربح الصناعة الكبير المحتمل. أسس طلعت حرب بنك مصر برأس مال صغير، ثم وصل إلى مليون جنيه بعد سنوات، ثم أسس شركات أخرى عديدة برؤوس أموال كبيرة. استطاع في زمن يسير أن يدفع بالكثير من المصري المساهمة بملايين الجنيهات، واستطاع أن يعد الآلاف من الشبان إلى تولي الأعمال الفنية والمالية والإدارية التي تتطلبها هذه المشاريع. كل التركيز في المقالة هنا عن بنك مصر. بيقول إن محاولة جريئة أخرى أقدم عليها الفقيد العزيز دلت على بعد نظري، وهي المحاولة التي حقق بها
مشروع صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، ودي العلامة الكبرى التاريخية في الصناعة المصرية في زمن طلعت حرب، وهو مشروع كان يحتاج هو الآخر إلى الجرأة والإقدام. قد ظلت مصر طوال معظم ال50 سنة الأخيرة، يعني بتكلم في 40، يعني هو بيتكلم ده على 1890، في وضع شاذ متناقض، إذ بينما ننتج أفخر قطن لا مثيل له في العالم وتتكلف له الكثير في سبيل ترويجه وتصريفه خاما إلى الخارج، كانت تستورد في الوقت نفسه القطن الأجنبي في صورة خيوط مغزولة وأقمشة منسوجة تزاحم بها قطنها بلا منطق معقول. سياسة التعريفة الجمركية، سياسة الباب المفتوح، لم توضع على أساس اقتصادي سليم لتشجيع قيام الصناعة وهذا الفكر، وكانت موضوعة كمصدر إيراد للدولة وكفى، اللي هي إيرادات الجمارك دي. يضاف إلى ذلك تلك المنافسة الأجنبية العنيفة التي تحارب كل ما تصادفه من الصناعات المصرية الناشئة بأسلحة مشروعة وغير مشروعة. بمختلف آخر، الترويج بمختلف الدعايات للفكرة القائلة بأن مصر لا تصلح أن تكون بلدا صناعيا، وخاصة لصناعة الغزل والنسيج، إذ قيل في يوم ما أن جو مصر لا يلائم هذه الصناعة، وأن الأغرب وأن ماء النيل لا يلائم هذه الصناعة ولا يصلح لصياغة وتبييض الأقمشة. أنا بصراحة أحيي صاحب هذا المقال الدكتور حافظ عفيفي. بالرغم من كل الأساليب دي والتي صادفها طلعت حرب، أقدم على تنفيذه مؤمنا بأن الله الذي جعل من أرض مصر أجود تربة لأجود قطن قد جعل جوها صالحا وهيأ لها كل العوامل الأخرى لنجاح صناعة الغزل. أحست مصر بالوفر العظيم الذي توافر لها من وراء قيام هذه الصناعة في الحصول على مطالبهم الضرورية من هذه المصنوعات، أو في قلة أسمانها بالنسبة لما كانت عليه في الحرب الماضية، أو في استهلاك جزء كبير من القطن المصري داخل البلاد في استخدام عشرات الآلاف من الأيدي العاملة المصرية. أليست هذه ثورة اجتماعية؟ رحم الله الفقيد رحمة واسعة لقاء ما قدمه لقومه وبلاده من خدمات جليلة. فعلا طلعت حرب الشخصية الوطنية المصرية الصميمة. وبهذا ننهي هذه الحلقة من مجلة المصور الصادرة في أغسطس 1941، ونواصل آخر ما بقي بها في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.